ننتقل إلى تلفزيون تيراب الكوميديا، برنامج دردشة شبابية، ونحن في الشارع العام بنلتقي بالشباب، نشوف هموم الشباب، قضايا الشباب في الأغنية السودانية والأجنبية. إذا كنوا معنا الشارع العام. اهلا ومرحبا بكم، برنامج دردشه يعده ويقدمه لكم الاستاذ عادل فرج الله عبد المحمود، ونحن في الشارع العام شايفين الشاب جاي من هناك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم، كيف دوام؟ الله يكرمك. شغال جريتو معك التلفزيون؟ ها التلفزيون ولا هذا؟ والله وين التلفزيون؟ محمد ده التلفزيون ده. نعم. التلفزيون بيجيبوني التلفزيون. بيجيبوك ان شاء الله مرحبتين بيك في برنامج دردشه. الله اكبر. هوي هوي. الله اكبر. هوي هوي. تعالي ده التلفزيون يا دول. هوي ده التلفزيون؟ ده التلفزيون. بسم الله الرحمن الرحيم. إطار الجهود المبذولة. ويا الجقر ده هوي. أصبر عليكم بشبك وأجيب لكم زلط. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ده ما التلفزيون؟ ويا براسها مثل قربة الجزارين ده هوي. ده التلفزيون ده؟ يا أخي التلفزيون. ده التلفزيون ده؟ يا خلينا نتكلم معك مع التلفزيون. ده فوق شو ده أكثر من كده؟ ما عندي كاميرا قدامك يا أخي. وين تسابيح؟ تسابيح؟ ارتاح تسابيح على الرسول. أنا ولا؟ الرسول خلاص تعال تسابح. شوف غيره. وانا بجيبوني بالتلفزيون؟ بيجيبوك جوا التلفزيون ده. سير سير يا البجر. يا راجل هوي. والله اذا ما التلفزيون. يا راجل يا راجل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيد. والله اذا ما التلفزيون. ويا الخرتي ده هوي. ماما بدون. مريم ماما بكر. الله اكبر. يا سيد هوي. لا لدنيا قد عملنا. هوي. انا ما في هيك. مالك؟ ما في جديد نحن. الله أكبر. ولا نحن انتخابات. الله أكبر ما أقوله، بس الله أكبر ما أقوله. شنو؟ عندك وجهة نظر في الله أكبر؟ الله أكبر؟ هاي. ما عندي فيها وجهة نظر. أنت هسه كنت ماشي الحفلة، ما بتكشف بالبنطلون تمشي الحفلة، ماشي الجامع، ما بتلبس جلابية، ما بتهيئ نفسك للحاجة، يا أخي خدها في محلها يا. الله أكبر. ولا تقول من غيام الحساب ولا دي حق الفنانة مرقيز وحق بنوتة كبيرة. الله أكبر. يا زلمة هوي. مالك؟ ده برنامج ودردشة. ما تسوي لي دردشة؟ دردشة شباب. انا دوري شنو؟ انا دلوكة زي ما عندي دور. انت بتخليني اوريك عشان اوريك دورك شنو؟ دربوا مع الناس، دربوا مع الناس، اكبر معاهم وانا معاهم. انا مو انا السنجاب ده هوي. ها؟ هوي. انا ما درست اقفل الكاميرا؟ اقفل الكاميرا. يا زول هوي. هاي. اسمع هنا. أه. انا جبتك شاب من الشارع العام. ها؟ انا لاقيتك ملاقاة. يا زول ملاقاة ولا ما ملاقاة؟ ولا لاقيتك ولا لاقيتك في شهر وحاول ترد لاقيتك ملاقاة. يا ما تورطني في حسابات ولا ما تورطني ولا ما تورطني ما تورطني. انا لاقيتك ملاقاة. انت ما تورطني يا اخي. انت مش شاب؟ هاي. مش عندك هموم؟ عندي ما شغال صح؟ ما شغال. ما لاقي شغل؟ ما لاقي تاكل؟ انا رقم وطني ما لاقي وجه يا زول. طيب رقم وطني ما لاقي يا اخي. ما خليني اتكلم معاك يا اخي. انا اتكلم. انت دعنا نعمل شنو؟ انفذ شنو انا؟ يا اخي اسمع تنفس ولا مست... انت مستقطب؟ شنو؟ مستقطب مثلا؟ استقطبني؟ تستقطبني معاهم؟ يا راجل رعب السطح؟ يا راجل الله يهديني وهديك يا اخي. الله يهديني وهديك. الله يهديك جميل. يا اخي انا عندي برنامج اسمه دردشه شبابيه عن الاغنيه، ما جاي اتجطك دي يا اخي. انا ما انتخابات. الله يهديني وهديك. انا بفتح لك الكاميرا دي، بفتح لك الكاميرا، بعمل معاك لغاء، داير اشوف همومكم وقضاياكم ومشاكلكم تطرحوها للمجتمع يا خلاص. انت متعدد؟ خلاص. هاي كاميرا. اهلا ومرحبا بكم. التمر. التمر. التمر شنو الرازه من كانت الثلاجه؟ الخل ما بتتغير؟ خلاص هذا نبدا. ما معروف ماشي ولا جاي. اهلا ومرحبا بكم، برنامج الدردشة الشبابية، عادل فرج الله معكم يعده ويقدمه لكم، وانا مع الشاب منو معنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الخزين احمد عوض. اكيد. مرحبتين يا اخونا الخزين. انت شغال شنو؟ انا شغال مذيع. ما بتخيل؟ أهلك عارفينك؟ عارفينك كيف يا أخي؟ شغل ليك دي؟ كيف أنا مذيع مالك؟ الزواعة دي النزوان خلنا قبلت عليه أنت كمان؟ يا أخي ما زواعة يا أخي، يا أخي أنا مذيع يا أخي. لا بس ليه ما تشتغل زواعة؟ بزوع في الليل ولا بالنهار؟ يا أخوي هوي أنا عندي سرابة. عندك دريوات ولا بزوع؟ يا سيد هي ما زواعة، الزواعة ديك ديك الزواعة الحوامة، أنا مذيع يعني مقدم برنامج. واللي بقدم لك بهايمة؟ هاي بهايمة في الخرطوم. بهايمة في الزرطة في البلاطة في بهايمة. الله يحفظك بدك خليك معايا يا أخي. هو شغال في التلفزيون جوا؟ شغال جوا. مزعور ولا طروره زي؟ يا اخي لما طروره ومزعور شنو؟ البلد دي ولا طروره كثير ما معروف. يا اخي انا زول موظف. شغال في التلفزيون جوا؟ شغال جوا. البنات الصفرة زي القديم ديل شغالات معاهم؟ دي زميلاتنا. والسودان ده ما خوف وفونا الزرق ما يتزامروا معاكم في التلفزيون ده. يقول لكم بنات زي المنقب شهر ثلاثة صوف. يا اخوي انت كان جاي اخر فضحيه. انا شغلهم معاكم. هي شقي شنو يا زول؟ بشقينا بالرجاله؟ بشقينا بالرجاله؟ ما بنعمل معاينات، بنعمل نقدم عرض، بيقدموا الناس بيعملوا معاينات، اللي بيقبلوها بشيلوها، ما بيقبلوها بشيلوها يا اخي.
البنات بتعذبين يا اخي معاينة مراعي عن مراعي ما مراعي كشيف كشيف يا اخي بتكهر لين كهر يا سيدي ياخذ كلام تقول في ذا المعارض عروضه يا اخي ما معاينة بعين يا اخي ها معاينة العاين بنغيم شهاداته بنغيم امكانياته بنغيم كده بعد ذاك انت تستاهل بتجيبون كيف بتجيبين ما بقدم بيجي انجوطه بدناها بتخش بيجي انجوطه ولا واحده واحده يا اخوانا قسما قلت لك تبي انجوطه بتخش واحده واحده علي والله اخو الكبير وين اخوانا نعقد علينا حضر تخريجه ما حضر معاينه ده يا اخي ده مشغل اخوها ولا مشغله هي مين يشوف المعاينه دي يا اخي شوف شنو في حسان الغبشان جوا مين يشوف المعاينه دي هيا شوف شنو ما ترى مذيع لا تقدم اخوها ذنبه شنو ما اخوها ما عنده ذنب يا اخي ما عنده دخل بالموضوع الخدر ردير اللي قاعدين يقدموا ما في مذيع مشغل الختيه قول له قول له بالمادي يا اخي مشغل الختيه يا اقول لك حاجه شغلوا معاك جدي محمد احمد ده مسكين غلبان والله غلبان جدك ده جدك محمد احمد ده شكله شلون والله عنده طوريه وكوريك طوريه وكوريك اجيبه وانا احفر ليه في مسلسل التلفزيون ده ما قالوا فيه حفر حفر كيف يعني والله ما اعرف البلد ما حفر ده خلاص لا يا اخي ذاك حفر بتاع سوداتيل لا والله بتاع. والله قالوا واحد راكب براد وقلت له شغال شنو قال لي حفر وزارات بس يا اخي ما في حفر يا اخي ما في حفر يا اخي وعاد الله والله يا اخي ما في حفر يا اخي الحفر انت ما فاهمه خلاص شغلوني انا معاكم اشغلك شنو؟ زيعان اسال الله يسالك يوم الموقف العظيم خلقتك دي خلقة زيعان بزيع بالليل زيع بالليل 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 انت يا اخي مطواط انت التلفزيون ده بعدين ما بيقولوش ها بقول قول بقولوش شغلني وشاش وشاش يا عبد الرك ها وشاش وشاش يا برم خلاص انا بزيع عن ميتين وانت اسي هو في ميت بزيع ميت بزيع ميتين شنو ميتين كان نجعت بجي ميتين كن كيف يعني لما تعرفني في ميتين كن خلوني في ميتين طيب انا نريح في النطفه انا اقعد ما بتنجح قلت لك ما بتنجح ما يتاجر بنعمل لي معاينه طيب اتفضل زرعنا ميتين كن انا المعاينه بكلمك زيع ميتينكم زيعوا انت زعلت؟ يا اخي زعلتك في النقطه زي ميتينكم زيعوا وفيات وفيات يا بشر ما تجوزيهم لكن انا المعاينه دي بكون صريح معاكم كيف؟ ظهرتها فوق قطيعه شنو؟ ظهري فوق قطيعه فيه قطيعه؟ هاي ونحن فازلين؟ الزين قال لي كان ظهرك ده هو اي حاجه ظهرك ما قوي ما بشغله عشان كده انا قلت اكون صريح معاكم يا اخي اسمعني هنا انت اساسا ما عندك ظهر انت راس في جسم تفضل زيع ها؟ زيع يا اخي زيعان موتي يا اخي ما تفضل اقتل لك مرة يا اخي تقتلها مباحث اقرض لك بسيبه ولا بيتنام يا اخي انا عقيل اقرض لك بحادث انا بشرحه داروا حادث جوي ولا ارضي اقرض لك البشر ده يا جماعه يا زلمة زيعان موتي دي دارين نملك الاهل انه زول ده توفى نملك الاهل كلنا عارفه بس خلاص اقول لك قول لي اقول لك شنو اكشن قول لي اكشن اكشن في اللي زعل موتي ها الله لا يبقى يقول اها تفضل اكشن ولك زوجة أنا تقريبا ويقولي بين دي عزيز البنات دي الأميرة أكل أميرة لا يقلي لا ترسمي مش طيب يا رغية أكشن زعام موتي يا أخي ما هو موتي بيقولون محشية ها هاي هريدة المطعم ده يا أخي أمواج أنت أمواج قلوب حزينة قلوب حزينة بلنتاين قلوب بلنتاين يا أخي بلنتاين في عينك قلوب مالا مجروحة مجروحة يا أخي قلوب يا اخي هردتك قلبيه يا اخي لا تجربني كما تجربني ترجع عن السياسه لا حول ولا قوه الا بالله وانت الموت ما يريد تتعب السياسه يا اخي السياسه دي كله مرهبه ودبع والفاء عرمان يا اخي يا اخوانا ده الموت ما يعرف عن السياسه انت تجربني ترجع عن السياسه حتى ما ننجح السياسه دي اتفضل زي عن سياسي اتفضل ننتهي الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم واطر الكرام في اطار الجهود المبذوله للبنيه والتنميه والايديولوجيه الفكريه والخطه الربع خمسيه والاطر المحوريه والسياسه التغشفيه نحن يا اخواننا قعدنا مع النازل وبشهدت الجميع قالين لي اقعدوا مع ديل نحن شهدناكم وشهدنا العالم كله باهلين ديل وديل لقينا ديل الله اكبر الله اكبر مرحبا مالك؟ اوي مالك؟ دي سياسه؟ مالك؟ دي سياسه ولا دي قهوه؟ انت قاعد في قهوة بنابر نحن بنابر ما دي سياسة انت مع دك سويت مع دك سياسة شنو دي؟ دي سياسة دي؟ كان سياسة نحن سوداني زعلوا ديلي رطوا ديلي فاضوا ديلي جيبوا ديلي رخلوا ديلي ورقوا ديلي شوي فترة ده انت كل شغالي سيجا والله والله العظيم لك حاجة يا ما شغلونا يا اخي والله اذا تغطر فترة منكم قلتوا البلد دي ولك عليكم في عطا كيف يعني؟ شغلونا معاكم ايش شغلوا شنو؟ دار اشتغل فضل واهي لك شنو؟ راعي بتاع بهايم راعي بتاع بهايم انسى يا بس في عالم مفضول خرطني دار قد الخدمة الوطنية قدام حليب
وانا قد اوقع في كابو مش دقيقة معاكم تشتغل شنو؟ في الخرطوم. شوف اسمع هنا ما عندك شهادة خرطومي مجية ما عندك كل عندها شهادة مجية والله يقول في وزارات ما عندهم شهادة قاعدين زي يا اختر هوي ما عندك اي مؤهل ما في حي بتجيبك هنا خليك مع غنم هنا خليك مع غنم هنا الغنم دي ما عندنا الخرطوم دي كلها مليانة غنم غنم شنو يا اخي غنم اكثر منك يا اخي شغلنا في وزارة الثروة الحيوانية شغل الثروة الحيوانية نسرح نحن تتوزع ردو ما شغلونا معاكم لا نلقى تعديل ولا نلقى تربية فهم بهايمنا لأن انت صدروا الإناث وما تشغلونا في بهايمنا دب يا أخي قول لك حاجة بحرزاكم داخليات البنات لا 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 حول ولا قوة لا ها تحرس شنو؟ داخليات البنات ليه ما تحرس الأولاد؟ لا 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 بنوم بتنوم؟ والبنات؟ البنات ما شرف والبحر شرف الناس ما ينوم يكون صاحي دار مجرين زي عيني والله دي احسن كلمه تقول والله دي احسن كلمه تقول والله والله انا بر اشتغلت انا الشال مشيت من هنا البر شلت لي عقيد لا حول ولا قوه والله البلد تقول لها العقيد كيف؟ والله حفله فيها 18 راكب أه. قالوا الحرامي 17 طلع طاقات عملت شنو؟ السواق بدخل في جيبه قلت له هذه مواصلات الاشلاك قال انت ويا اخبر البلد تقول لها الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا راجل والله قلت الجار العمري مجدعين زي الخطابه الصينيه يا راجل لا في عبابه زي الكريم الشعله يكض العظم زي المرء الحريق المشاط شو التشبيه ده ياكل الجدال زي المساعد الضارب وسقط الله يدعى عملت عميل مع التجار قلت بدل ابقى عميل مع التجار خير ابقى عميل مع المعارضه عين حقي وسويت شنو معاه؟ مشيت المعارضه البرا لقيتها جاي جوا ها؟ مشيت المعارضه جوا لقيتها وقع ثلاث عرضات الله انت عراض احصان الحضري ما يقف فيه يا اخي هو الواد دور الصين الصين قلت اجيب فيكس ايوه قال انا دين خلينا الكبار الا وده يا زول هوي يا زول هوي والله في النهايه فكرتها قلت بدل المسجور وبنجمه والحقن والخلع الجيران وتشاهد غدا نجيب رز انا شويات شحنت الرز في الطياره المضيفه في الجو قالت زد لي الاستري ديكيشن ديفلوب رز يعني قلت لها يس ايام كونتينيوس تنس هات هاب اند ديفلوب ديكيشن يس اتيز قلت له الحبولة تقيل يا البشر يا الرز كان كب البشر طوال طلع فات الرز جبت لي ست شوالات انا بيعن شوالات طلع عندي شوالات رز ما سكر ايوه ده رز قال لي ما تبيعه قلت له لا يبيع حقارتك وين سطر الطالبات في الجامعات ما بيبيعوا في هناك اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهد الكريم برنامج دردشه هسه الناس ما باعوا التقاعد تحت الزراعه يا راجل يا راجل هوي اهلا ومرحبا بكم يا اخي ما باعوا الحج الفرادة بتاع الحج باعوا الاوقاف في المدينه المنوره اهلا والله باعوا المساحات الميادين يا دول في حاجات ما بتتباع يا اخي زي يا دول في حاجات ما بتتباع يا اخي زي الانسان ما مفروض يبيع دينه ما مفروض يبيع اخلاقه ما مفروض يبيع شرفه ما مفروض يبيع ضميره ما مفروض يبيع وطنه ما مفروض يبيع وطنه ما مفروض يبيع وطنه